إيران بدأت بتسلم أنظمة صاروخية روسية متقدمة في ظل رغبة إيرانية واضحة لمهاجمة العمق الإسرائيلي. هذه التفاصيل نشرت اليوم بتصريحات قادمة من عدد من المسؤولين الإيرانيين للنيويورك تايمز، واهتمت بها الأوساط الإسرائيلية مثل تايمز أوف إسرائيل. والقصة كلها تدور حول زيارة لسيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي السابق، وهو الأمين العام لمجلس الأمن الروسي حاليا، زار إيران والتقى بالعديد من القادة الإيرانيين. وأبرز هذه اللقاءات جاءت مع الرئيس الإيراني الجديد وكذلك قائد القوات المسلحة الإيرانية وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني كذلك. وبعد ذلك مساء يوم أمس غادر طهران بهذه الطريقة متجها إلى باكو في أذربيجان، ثم يتجه إلى روسيا بعد ذلك. وهنا جاءت هذه التسريبات لتتحدث عما جرى وقالت الآتي: طلبت الحكومة الإيرانية من روسيا رادارات متطورة وأنظمة دفاع جوي، وقد بدأت الآن عمليات تسليمها إلى طهران بواسطة طائرات روسية. وفعلا خلال 48 ساعة الماضية كانت هنالك عدد من الطائرات قد ظهرت على فلايت رادار، 24 من الطائرات الشحن الروسية من نوعية إليوجين، وهي تطير عبر بحر قزوين من روسيا متجهة باتجاه إيران. وهنا تلاحظ من التسجيل الخاص بهذه الطائرة، هي طائرة قادمة من موسكو وهي من نوع إليوجين، وبالتالي هي من طائرات شحن الأسلحة الروسية، لكن ليس واضحا ما طبيعة الأسلحة التي تشحنها روسيا باتجاه إيران. ومع هذه التفاصيل التي نتحدث عنها والتي نشرتها نيويورك تايمز بأن الصفقة هي متعلقة برادارات وأنظمة دفاعية صاروخية وغيرها، هذا قد يوضح طبيعة النظام الذي تبحث عن إيران عن الحصول عليه. وهذا النظام الذي يجب أن ننتبه له، والنظام ليس بالعادي، فالنظام الذي تمتلكه إيران الآن هي منظومة S-300. هذه أكثر المنظومات الدفاعية الخاصة بإيران، وهي المنظومة الدفاعية طبعا الروسية S-300 الأكثر تطورا لدى إيران. بالتالي ليس من المنطقي لإيران أن تطلب المزيد من S-300 أو منظومات أقل إمكانية من هذه المنظومة. وبالتالي على هذا الأساس واضح جدا بأن إيران طلبت الآن منظومة S-400. من السهل الوصول إلى هذه الخلاصة، لأن هذه هي المنظومة القادرة على تقديم ما تريده إيران، وإيران أساسا مهتمة بالحصول على هذه المنظومة منذ عام 2019، ازداد اهتمامها بالحصول على هذه المنظومة. وكذلك في عام 2020 السفير الروسي الموجود في إيران قال: لا مانع لنا أبدا، أو لا مانع لدينا لبيع منظومة S-400 لإيران نهائيا. وفي عام 2021 الناشنال انترست كانت قد أكدت بأن إيران فعلا تريد الحصول على منظومة S-400، وشرحت لماذا إيران أساسا تبحث عن الحصول عن هذه المنظومة. لكن المشكلة كانت روسيا في علاقة جيدة مع إسرائيل ولا تريد إرسال هذه المنظومات، لأنها تعلم بأن إسرائيل ستنزعج من هذه المسألة وممكن أن تزيد من عمليات التوتر أو عمليات التوتر في منطقة الشرق الأوسط. على هذا الأساس لن تتم هذه الصفقة. ولكن كل شيء تغير مع الحرب الروسية الأوكرانية. إيران ساعدت روسيا كثيرا على مستوى طائرات المسيرة والإمكانيات العسكرية في مواجهة أوكرانيا، على العكس تماما مع أوكرانيا. إسرائيل والغرب دعموا أوكرانيا كثيرا، وبالتالي هذا غير الموازين وغير طبيعة التحالفات وطبيعة توزيع ونشر الأسلحة، وهو الذي جعل روسيا في شهر أبريل تحديدا، كما نشر في شهر مارس، كان هنالك معرضا في شهر مارس من هذا العام، وروسيا عرضت من خلال هذا المعرض على الوفد الإيراني المكون من 17 شخصا: تعالوا واشتروا S-400. هذا هو كان العرض ببساطة، وفعلا هذا الوفد كان قد ألقى نظرة على منظومة S-400. وبالتالي هنالك ترتيبات بدأت مع بداية هذا العام للحصول على هذه المنظومات، وهي ليست وليدة اللحظة نهائيا. وهو الذي يوضح تماما أن إيران تريد حل مشكلة S-300 الروسية التي تمتلكها، لأن هذه المنظومة كانت قد استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي عندما ردت إسرائيل على عملية الوعد الصادق التي تمت في شهر أبريل من هذا العام تحديدا. إسرائيل قامت بضرب المنظومة الرادارية للS-300 هنا كما ترون هذه المنظومة الرادارية، وضربت كذلك إحدى البطاريات الخاصة بالS-300. اختفت هذه البطارية التي ترونها هنا على سبيل المثال من الرادارات بعد الضربة، ولاحظ ضربة الرادار التي عطلت تماما البطاريات الخاصة بالS-300. والمشكلة الأساسية أن هذا الموقع الذي استهدف لم يكن عاديا أبدا، هو يأتي في أصفهان، وهذه المنطقة شمال شرق أصفهان طبعا، وهي منطقة ونقطة توفر الحماية كاملة على المستوى الجنوبي لمن؟
لمفاعل النطنز النووي الذي تقوم فيه إيران بتخصيب اليورانيوم على مستوى وبنسبة 60%. والمشكلة الأساسية أن منظومات S-300 هذه التي نتحدث عنها والتي استهدفتها إسرائيل استهدفتها من فوق أساساً الأجواء العراقية، وهي لم تضطر أن تخترق الأجواء الإيرانية لكي تقوم بهذا الاستهداف، ضربتها من فوق العراق وانتهت القصة، ولم تتمكن S-300 أو أي منظومات أخرى من التصدي لهذه الضربة الإسرائيلية. وواحدة من أكبر الأدلة أن الضربة جاءت من فوق العراق هي معززات الصواريخ التي ظهرت على الأراضي العراقية بهذه الطريقة والتي استهدفت منظومة S-300 التي نتحدث عنها. وهذا هو الذي جعل إيران الآن أن تعي حقيقة بأن المفاعلات النووية الإيرانية في خطر. الخطر ليس الآن أبداً، إيران تعي تماماً هي قادرة على توجيه ضربة انتقامية باتجاه إسرائيل، وإسرائيل لن تستهدف المفاعلات النووية لسببين مهمين، وذلك بسبب أن أولاً إسرائيل لا تمتلك المقدرة الجوية على ضرب المفاعلات وتدميرها، والتي هي طبعاً موجودة تحت الأرض، أي بمعنى آخر أن إسرائيل لا تمتلك طائرات B-52 أو B-2 أو القنابل الثقيلة القادرة على تحقيق هذه الضربة. الطرف الوحيد الذي يمتلكها هي الولايات المتحدة الأمريكية. والمشكلة بالنسبة لإسرائيل أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو ليس راغبا بتوجيه مثل هذه الضربة، رغبت إسرائيل بالتوجه لتحقيق مثل هذه الضربة، والحزب الديمقراطي بشكل عام يريد تحقيق اتفاق مع إيران على هذا المستوى لكي لا يكون هنالك صراعا أو حرب إقليمية كبيرة موجودة في منطقة الشرق الأوسط. لكن إيران تعي تماما بأن إن جاء الحزب الجمهوري دونالد ترامب أو غيرهم من الجمهوريين وساند إسرائيل مع احتدام الصراع بين إيران وبين روسيا، من الممكن أن تكون هنالك وأن يكون هنالك هجوما يدمر المفاعلات النووية بالكامل. بالتالي إيران الآن تعلم أنها قادرة على الهجوم والانتقام، ولكن لا بد أن تنتبه من تشكيلة الجمهوريين مع إسرائيل، ولا بد أن تنتبه أيضا إلى أن الفصائل في خطر كبير للغاية. الفصائل المقربة منها تحديدا عندما نتحدث عن حزب الله اللبناني هو تحت النار وتحت الخطر أن إسرائيل تنوي بشن حرب لتدمير قدرات حزب الله. فصائل في سوريا، فصائل في العراق، جماعة الحوثي، كل هذه الأطراف هي مهددة من قبل الجانب الإسرائيلي. بالتالي إن شيئا فشيئا تمت إزاحة هذه القدرات والإمكانيات ستبدأ الولايات المتحدة وإسرائيل تقترب من إيران، وبالتالي إيران تريد من الآن أن تضمن قدراتها قبل المواجهة الكبرى التي ممكن أن تكون قادمة ضد إسرائيل بعد هذه الضربة المرتقبة من قبل إيران، والتي من الممكن لإسرائيل فعلا أن تقوم بالرد عليها، ولكن الرد لن يكون على المفاعلات النووية بسبب الظروف التي تحدثنا عنها تحديدا. بالتالي تأمين هذه المفاعلات بمنظومات S-400 سيشكل تحديا حتى لطائرات F-35 الشبح، رغم أن لم تكن هنالك أي مواجهة تاريخية بين منظومة S-300 أو S-400 عفوا وكذلك طائرات F-35، لكنها ستوفر حماية كبيرة لإيران فيما بعد لتتجه إلى القنبلة النووية حتى وأن دمرت الجبهات التي تمتلكها في العراق وفي سوريا أو حتى على المستوى اللبناني. بالتالي هي مسألة استراتيجية كبيرة تعمل عليها إيران، ويرى مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن المسألة أيضا مرتبطة بروسيا، أن روسيا هي التي أيضا توجه رسائلها وضربتها هنا لإسرائيل تحديدا من خلال هذه التحركات العسكرية، وذكر المركز الآتي اليوم ملامح هذا التطور الذي نراه سيعمل على تصعيد حالة الاهتمام والانشغال داخل المجتمع الإسرائيلي بكافة أوجهه الإعلامية والسياسية، والتي سترى في الدعم الروسي مواجهة دقيقة لأهداف وضعتها إسرائيل داخل العمق الإيراني. وأضاف المركز وأهمها المحطات والمنشآت النووية الإيرانية والميادين والأماكن المتعلقة ببرنامج الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتواجد الإيراني في الممرات والمضايق المائية الدولية. بالتالي هي تطور كبير دولي لن يرتبط فقط بمواجهة بين إيران وإسرائيل، وإنما أيضا بين روسيا وبين الولايات المتحدة. ووصول هذه المنظومات قد يعني بأن إسرائيل ستعجل في إقناع الولايات المتحدة لضرب المفاعلات النووية قبل أن تقوم إيران بتأمينها بمنظومات S-400 أو حتى منظومات S-400 المتطورة منها. وإيران لا زالت راغبة كما تحدثنا بعملية الانتقام من إسرائيل، رغم أن كل ليلة هي تبقي العالم بأكمله في حالة توتر كبيرة للغاية، تقول سنهاجم وتسرب معلومات بأنها ستهاجم ولكنها لا تهاجم في نهاية المطاف. مع ذلك اليوم أعطت إيران إشارات
وإشعار للطيارين بأن ستكون هنالك مناورات عسكرية خاصة بهم للطائرات طبعا المدنية. وعادة عندما يعلنون مثل هذه المناورات العسكرية أي يعني أن الطائرات المدنية عليها الابتعاد عن المواقع التي ستقوم بها بمثل هذه المناورات التي ستبدأ يوم غد وستستمر ليومين. وليلة يوم أمس كانت هنالك تدريبات في أصفهان نفس المنطقة التي ضربت في شهر أبريل من قبل إسرائيل على منظومة الأس 300، كانت هنالك تمارين في منظومات الدفاع الخاصة بهم استعدادا لأي ردة فعل إسرائيلية على الهجوم الإيراني. هو يوضح أن إيران تخطط إلى هجوم كبير على العمق الإسرائيلي. وكذلك الـ Wall Street Journal نشرت تفاصيل من مسؤولين أمريكيين استخباريين عن أن حقيقة أنهم لاحظوا بأن القوات المسلحة الإيرانية بدأت بإجراء أو أجرت تدريبات عسكرية بالإضافة إلى حركة ناقلات وتركيب قاذفات الصواريخ الإيرانية المسلحة بالصواريخ في جميع أنحاء البلاد، مما يشير إلى الاستعدادات لهجوم ضد إسرائيل، أي أن مؤشرات الهجوم لا زالت حاضرة وليس هنالك الكثير من الخداع حول هذه المسألة. لكن المثير ليلة يوم أمس الجميع كان يتوقع أن إيران هي التي ستقوم بالهجوم على إسرائيل، ولكن جاءت الفصائل العراقية فصيل جديد اسمه الثوريون نشر بهذا الشكل على صفحة التليجرام بأنهم قاموا بمهاجمة قاعدة عين الأسد. وظهرت هذه العربة السيارة الكيا وهي تحمل عددا من صواريخ الجراد، أطلق صاروخين من 10 صواريخ، 8 صواريخ لم تنطلق. وهذه الصواريخ التي سقطت على قاعدة عين الأسد أدت في نهاية المطاف بحسب ما تحدثت عنه وكالة رويترز إلى جرح 5 من القوات الأمريكية. وبحسب مصدر أمني خاص وحصري تحصلنا عليه هنا في قناة التغيير الفضائية ويعرض لأول مرة في برنامج رأس السطر، إن الجرحى كانوا 5 جنود أمريكيين بالإضافة إلى جرح مقاولين 2 من الأمريكيين، والجنود هم تتم معالجتهم الآن في داخل قاعدة عين الأسد، بينما المقاولين الذين جرحوا هم يعالجوا طبعا خارج قاعدة عين الأسد. وبالتالي كذلك المصدر أكد لنا أيضا بأن حالتهم مستقرة وليست هنالك حالات حرجة نهائية، لكنها وهذه العملية قد تعني بأن هنالك ردة فعل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قادمة. لكن استهداف قاعدة عين الأسد يوضح مسألة مهمة، في هذه القاعدة هنالك منظومة الباتريوت، كذلك يجب أن لا ننسى بأن هنالك منطادا راداريا للولايات المتحدة الأمريكية موجود في قاعدة حقل العمر النفطي في سوريا. هذا المنطاد تم ضربه من قبل الفصائل المسلحة المقربة من إيران وأسقطوه. وكذلك هذا يوضح الاستهداف بأن الفصائل العراقية قد تبحث عن عملية مشاغلة لمنظومة الباتريوت، ضرب القاعدة استهدافها برشقات صاروخية مكثفة أثناء الهجوم الإيراني، إن نسقوا هذه العملية مع إيران، لأن هنالك قاعدة تبريز، قاعدتين صاروخية موجودة في تبريز و3 قواعد إلى غرب إيران أخطرها هي كرمانشاه. بالتالي مشاغلة قاعدة عين الأسد تحديدا وكذلك ضرب هذا المنطاد هو يوفر المساحة السريعة، إن كانوا قد استخدموا صواريخ فرط صوت على سبيل المثال للمناورة بسرعة عبر الأجواء العراقية إلى سوريا وصولا إلى إسرائيل إلى حيفا تحديدا، وكذلك ضرب المنطاد الذي نراه هنا الاستخباري أو الاستطلاعي هو يعني ببساطة بأن أيضا قاعدة تبريز يفتحون لها الطريق لتتجه الصواريخ بسرعة إلى إسرائيل. بالتالي هنالك تحضيرات كبيرة من قبل الجانب الإيراني كما هو واضح، وكذلك الفصائل على ما يبدو العراقية لتحقيق عملية مشاغلة للدفاعات والهجوم مباشرة على إسرائيل. لكن الدخول الروسي القوي على معادلة الصراع الإيراني الإسرائيلي قد يعني الكثير في الصراعات القادمة أو في الحرب الإقليمية المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط.